بسم الله الرحمن الرحيم. نجتمع اليوم في الذكرى السنوية الأولى لشهادة سماحة العلامة الشيخ نمر باقر النمر، هذه الشخصية العظيمة التي اختالتها الأيدي الغاشمة للنظام الوهابي السلفي النظام السعودي. إن شاء الله هذه الدماء الزكية الطاهرة التي سقطت ستكون المسمار الأخير في نعش هذا النظام الحاقد. حري بنا في هذه المناسبة أن نتعرف على هذه الشخصية العظيمة، أن نتعرف عليها بكل ما تحمل من قيم ومن صفات أهلتها وأوصلتها لهذه المكانة. الشيخ نمر له حق علينا أن نعرفه، هو لا يريد أن يعرف عن نفسه، هو عرف الله عز وجل حق معرفته ووصل إلى المقام الذي كان يريد الوصول إليه، ولكن حري بشعوبنا بأمتنا أن تتعرف على هذه الشخصية وتسير على هداها ونهجها لنصل إن شاء الله إلى الهدف المنشود بزوال هذه الأنظمة الفاسدة والجائرة وبتحقيق العدل والوئام والسلام على أرض المعمورة، والحمد لله رب العالمين.